الطوب الأخضر سجل ازدهار البلدة القديمة وردد الأغاني في جوانب البلدة. الطوب الأخضر هو كتاب تاريخ أو مدونة يومية، إنه يحمي بلدة تشينتونغ كلها ويضمن سلامتها. تفضلوا بمشاهدة تشينتونغ الطوب الأخضر وتاريخه من سلسلة بلدات قديمة من نافذة على الصين. إن صوت دينغ دونغ في مكان استراحة الناس ويسميه سكان تشينتونغ صوتا فريدا لا مثيل له. لن يخطر في بال من يعيش خارج البلدة أن هذا الصوت الذي يتردد فيها منذ مئات السنين أنه كان يحمي بلدة تشينتونغ كلها ويضمن سلامتها. 现在水府它那个那个古上走嘛，就在古上走一点声音没有，但是自己有声音，它心里不胆怯嘛，就自己就跑掉。哦哦，他不知道主人自己有意安排的这个，就是房道的一个砖。كان اللصوص مسعورين خلال فترة معينة في تشينتونغ، حيث دخلوا إلى دور السكان ليسرقوا الأموال والمواد في الليل. وقتها وجد الناس فائدة رائعة من غير قصد أثناء تمهيد الطريق بالطوب. إن الصوت الصادر عن اصطدام الطوب والحجر عندما يمشي المشاة عليها كصوت إنذار. 那为什么踩在这上呢就开始响呢？它空的，负压撞击嘛。你看，负压撞击嘛。这里头有什么玄机没有啊？没有，负压撞击。就等于说留了一定的缝隙。哎，就是互相之间撞击。 بعد تمهيد الطريق بالطوب الأخضر يمكن للناس أن يناموا مطمئنين، وبمجرد مجيء اللصوص يدوي صوت الطوب الأخضر كرنين المعدن، ويقوم السكان من نومهم ويتحركوا عند سماعهم لهذا الصوت، ومما لا شك فيه إن اللصوص سيهربون بسرعة. تقع بلدة تشينتونغ في مدينة جيانغيان وسط جيانسو، والمسافة بينها وبين نانجينغ العاصمة القديمة لست أسر 160 كيلومترا في الجنوب الغربي منها. أما المسافة بينها وبين شانغهاي الكبيرة 240 كيلومترا في الجنوب الشرقي منها. ويظن أن الطوب الأخضر هو مفتاح حقيقي وأساس متين لمن يريد أن يكتشف أسرار تاريخ تشينتونغ ويفتح مخزن الكنز الثقافي لهذه البلدة القديمة. يرجع تاريخ هذا الطوب الأخضر إلى قرابة 300 سنة على الأقل. كلما كبر حجم الطوب طال عمره، وعمر هذا الطوب كبير جدا. انظر هذا الطوب القديم، لقد أصبح أرقش. 它这个砖呢，我们这里砖是个儿越大，年代越长。个儿越大，年代越长。哎，这个砖呢，你看，都斑驳了。嗯，都斑驳。لون الطوب في بلدة تشينتونغ أخضر صاف، وعندما تمشي في هذه البلدة تشعر وكأنك تمشي في عالم أخضر، كما أنه يخفي سرا كبيرا عن الثروة الكامنة وراء هذا الطوب الأخضر. فإذا وجدت كلمة ليوشي جيا ياو منحوتة على الطوب القديم، فهذا دليل على أن تاريخ تشينتونغ يعود إلى أكثر من 200 سنة. في عهد أسرة تشين، نال بطلا عائلة ليو في تشينتونغ البطولتين العسكريتين وضع صيتهما داخل الحكومة، وأنشأ البطلان أكبر دار، دار البطل الأول في منطقة تشينتونغ. 这个砖头啊，还包括这个瓦了，全部是这个李庄园这个日治的这个拆下来的，盖到尾这个新的这个梁口，在这个砖头啊，全部是老砖，全是旧砖，哎，对，就是，拆了状元府，改造改造的，但是拆下来有几百万砖，200多万砖，啊，这个进了那梁口以后啊，还有余的，富余的。 وقتها كان كل فرد في تشينتونغ مشغولا في حفر التراب وصناعة نماذج الطوب، وأنشأت الأسر الغنية معملا للطوب. ووفقا لتسجيلات المحافظة فإن الفلاحين قاموا بشرائه وكسبوا 100 ضعف من الأموال.
كان في تشين تونغ أكثر من 200 معمل للطوب، ولقد أنشأ بطلا عائلة ليو 14 معملا وأصبحا غنيين جدا في هذه المنطقة.这个门字，哦，用了很长时间了。我看这边是什么东西？这边是那个麒麟。哦哦，麒麟，嗯，这是有那种说法，文的是文的是禽，文官是文官是禽，禽类就是柳禽啊之类的。哦，武官就是狩猎，狩猎的。狩猎。嗯，这个麒麟好像是在武官里头级别最高的，级别最高的。对，他武状元，他是狩猎。 哎呦，那这是什么呢？这是干什么的？哦，这个就是扭转员，他这个拎的这个拎弓石。练弓石。哎，拎弓石。拎弓石，他是当时是这样子举起来，这样子举起来。哎，你搬不动。那您来是，您来是。我肯定也搬不动。您也是，也是。不可能。没有，目前没有人了，可以，很沉的。村里有人能搬得动吗？ 没起名，他要练的话，得把这耍起来吧。哎，对对对对，对，把这个举起来，这样这样这样这样，哇，举起来太不可思议。那这得有多少斤呢？他现在武力300斤，头号300斤。那你现在换算，现在就是150公斤。哎呀，哎呀，不行不行不行，哎呦，太吃力。两个人他吃力能一个人就能耍起来。嗯，当个武状元还真要气力过人呢。 في ذاكرة سكان تشين تونغ نار موقد عائلة اليوم مشتعلة اشتعالاً شديداً، وإن نار الموقد شديدة لم تجعل عائلة اليو أغنى العائلات فحسب، بل جعلت بلدة تشين تونغ متميزة بالطوب الأخضر. ومنذ ذلك الوقت يعتبر اللون الأخضر لوناً رمزياً للبلدة. 这是很有特点，做的相当精细哈，土质好，我看的那个青砖，我以为是磨刀石呢，颜色是青的，青砖。 لم يعتبر سكان تشين تونغ الطوب الأخضر حجراً أساسياً للبلدة القديمة فحسب، بل اعتبروه شجراً لزيادة الأموال. لقد حققت البلدة القديمة تطوراً مستمراً لمئات السنين بسبب هذا الطوب، وهذا ما جعل بلدة تشين تونغ المزدهرة موقعاً مهماً لا بديل عنه في وسط جيانسو. ومع أن المشهد المزدهر اليوم في هذه البلدة القديمة بعيد عنا، إلا أن هذه البلدة التي كانت مزدهرة وواعدة سابقاً جذبت الكثير من رجال الأعمال الأغنياء من نانجينغ العاصمة القديمة وشنغهاي المدينة الواعدة. وقتها كانت تشين تونغ أكبر مركز تجاري متخصص في جمع الحبوب والزيت وتوزيعهما، وحتى اليوم فإن سعر الحبوب في هذه البلدة ما زال مؤثرا على شانغهاي ووشي وتشانشو. إن اجتماع رجال الأعمال الكبار يجعل بلدة تشين تونغ مزدهرة، وإضافة لذلك يجذب الكثير من اللصوص. 过去解放军有一种不好的一种社会行为叫抬财神，你知道不？就绑票。绑票，我们这里叫抬财神，有钱的就把你抬走了，然后拿钱回来赎。所以说主人把他安排在这个最保险的、最高档的房间，这个里面住。怎么办？那现在我帮你介绍一下，这个小米呢，实际上它是主人起房的时候，一个密室。 密室，走过来吧。你看，很巧妙的设计这个密室。密室当时的主人的目的是什么呢？是这个房子啊，小偷
里面藏一些字画、古玩、金银细软。这样呢，就是说，我们这个地方因为毕竟靠近海边嘛，它这个海盗啊，经常呢少侵扰我们，就是能够到这个密室里面能够躲避一生。جلب الطوب الأخضر الثروة لبلدة تشين تونغ وجلب الازدهار أيضا، ولكن لماذا لم يتميز الطوب الأخضر إلا في البلدة؟ تفضلوا بمتابعة تشين تونغ الطوب الأخضر وتاريخه من سلسلة بلدات قديمة من نافذة على الصين. تحتفل بلدة تشين تونغ بالعيد الكبير لجمع القوارب، ويجذف الناس القوارب خلال موسم جمع القوارب، ويتدفق السياح إلى البلدة، ما يجلب لها ثروة هائلة ويتيح لها فرصا كثيرة للتجارة أيضا. هذا 这泥怎么像胶泥似的？那么粘呢？这泥就是沙的，有泥土的。都这样的吗？秦湖底和底都这样的吗？秦湖底下的这个泥土质量都是这样。哦，那个都是什么人喜欢这种粘土啊？这个啊，这个是我做那个种子，这个种子，我做的种瓦比较好。为什么那些做砖做瓦的人都喜欢这种泥啊？这种泥做的种子不裂缝。 懂吗？这个种子盖好了，它不裂缝。不裂缝。只要刮坏。哦。种的种子比较刮坏，懂吗？那别的泥土呢？别的泥土那个像那个青头，它就用是生产泥土。那个风多，风落到那个种的就不行了，生产就不行了。您家里住的是砖房吗？我家住的是砖房。是这种泥烧的吗？是的。肯定是的。哦，那青龙的瓷的青龙的做的不用青龙的瓷吧？肯定用的。这不是胶吗？它就是泥，它就是泥土的，加有沙土，它属于泥。粘在我的手上。它应该是，它就是比较泥，一脚一泥。 لا يعرف أحد متى ومن هو أول شخص شوى الطوب بالطين المأخوذ من قاع بحيرة تشين تونغ، وطالما شوى الناس الطوب من هذا الطين سيعرفون أن هذا النوع هو الأحسن. لقد قال سكان تشين تونغ إن هذه البلدة القديمة نشأت وازدهرت بفضل هذا الطين، إنه لين كالطحين وليس فيه شوائب، ولذلك يسمى بالطوب الذهبي لبلدة تشين تونغ. 这在我们地表以下10公尺以下的，叫浮相沉积土。浮相沉积土就是大海动移以后啊，它的这个形成了一种沉定的湖泊，我们叫泻湖，慢慢就形成一种淤积的泥土。这种泥土纯天然的，它跟那个秦湖那些芦苇生长了、倒伏了、倒伏了、生长有关系？有吗？里面就有芦苇的腐殖质在里面。 慢慢沉淀下去，所以烧砖的时候嘛，它有一个芦苇的自然的效果，自然，自然的效果。所以这个砖质轻，砖质硬，是啊，都有关系。芦苇是纤维嘛？是啊。يعطي الطين الفريد ميزة رائعة لتشين تونغ، ولكنني لا أعرف لماذا سكان تشين تونغ طبعوا هذا الرمز الغامض، إنه غير عادي على الطوب الأخضر. 双斧，双双的，一把斧就不好看，这是对称的，这双斧呢。哦。你看这边还有一个。因为我们在秦通的很多地方，那墙上、老砖上都发现这个标志，这跟秦通的砖有什么样的关系呢？它这就是现在说白，就是商标，就是现在的商标注册是商标。哦。到外地方看到我们这个，只要是。
有双辅的就是我们青铜的砖。你看上海的城隍庙，南京的鸡鸣寺，浙江的金山，你都可以找到我们青铜砖头的这一种痕迹。هناك مبان مهمة تاريخية بنيت بالطوب الذي شواه سكان تشينتونغ تمتد لمئات الكيلومترات حولها. كل هذه المباني عليها رمز الفأسين، وهذا رمز ثنائي للبركة. ويقع هذا المعبد البوذي الذي يرجع إلى أكثر من 1000 سنة بجانب بلدة تشينتونغ القديمة. وقد شهد هذا المعبد البوذي الذي تم تفكيكه وإعادة بنائه مرات عدة مباركة من سكان تشينتونغ، كما أنه شهد مثابرة سكان تشينتونغ. ويسهم الطوب الأخضر في تشينتونغ في إعادة بناء المعبد البوذي القديم بشكل كثير. نظرا لجودة مواصفات الطوب ومعاييره، ما زال شكل المعبد البوذي كما كان سابقا. لقد جمع سكان تشينتونغ ثروة كبيرة بفضل هذا الطوب، واستخدموها في التفنن في الطوب الأخضر أيضا. 很多家里都有这个，很讲究的。是，您看这上面有图案，您看清楚没有？这是个凤凰吗？哎，凤凰。这好像也是，但是好像残破了。残破了，这个中间这个是牡丹。牡丹。我们把它叫做风吹牡丹，但是它也有一种美啊，像维纳斯一样的味道。对对对。شكلت رسوبيات بحيرة تشين طوب الرنين في بلدة تشينتونغ، ولم يولد طوب الرنين مهنة خاصة في البلدة فحسب، بل أنشأ مهنة خاصة. بالنسبة لتيان دي تساي، إذن تشينتونغ لم تصنع الطوب الأخضر، فإنه سيختار وسيلة أخرى لكسب رزقه. 它就是说如意，如意，万事如意，哎，哦，1000块钱下得来吗？差不多，差不多哈。سعر الطوب المنحوت غال جدا، وقد كان سكان تشينتونغ جميعهم ينحتون الأشكال على طول الباب والساحات، سواء كانوا أغنياء أم فقراء. وقد جمع تيان سند بعض المنتجات الفنية الممتازة من الطوب المنحوت، ولا يريد أن يزول هذا الفن بمرور الأيام. 这青铜人为什么热衷于砖雕呢？砖雕嘛，因为你的砖头的质量很好嘛。刚才不是说嘛，就是说能够起城墙，能够起庙宇，它主要的质量比较好。里面没有这么沙，没这么杂质，而且就是很细腻，这种雕砖像玉一样细腻。 الجودة الممتازة للطوب الأخضر أدت لازدهار مهنة نحت الطوب، وتعتبر قدرة نحات الطوب على التعرف على الطوب الأخضر وتمييزه من خلال سماع صوته أول محاضرة لدخول المهنة. 这个更好，这个更好，你叫你听也听得出来。我是个外行，你别喊，你也听得出来。哎，你可以也听得出来。我从你那儿学了一门技艺。哎。إن صوت الطوب الأخضر رنان ويعتبر فريدا لمنع اللصوص من السرقة، فما المشهد في شوارع وزقاقات بلدة تشينتونغ اليوم؟ تفضلوا بمتابعة تشينتونغ الطوب الأخضر وتاريخه من سلسلة بلدات قديمة من نافذة على الصين. حققت بلدة تشينتونغ القديمة ازدهارا، وأصبحت الوقاية من اللصوص والحريق أمورا مهمة في حياة بلدة. لقد اكتشفنا أن سكان تشينتونغ استخدموا الطوب الرنان للوقاية من اللصوص، ولكن من الغريب أنهم استخدموا هذه الشجرة للوقاية من الحرائق.
كل الأسر في البلدة زرعت أشجار الحور الأصفر وسموه بالشجر العجيب والغريب للوقاية من الحرائق. لنقص غصنا من شجر الحور الأصفر ونحرق كومة من الصحف في مجمرة، ثم نبدأ القيام بتجربة حرق النيران في الشجر العجيب الغريب. الآن نرى أن الحور الأصفر يحترق عندما يواجه النيران، وربما السبب الذي جعل الأسلاف يختارون الحور الأصفر هو صوت الرنان أثناء عملية الاحتراق، فصوته واضح كالمفرقعات النارية. كانت الدور في بلدة تشينتونغ القديمة كثيفة، وحدثت الحرائق المتكررة تاريخيا ملحقة خسائر فادحة بالبلدة، ولذلك نشر سكان البلدة في الماضي زراعة الحور الأصفر لكي يقوم بدوره في الإنذار والتقليل من الخسائر. لكن بلدة تشينتونغ القديمة اليوم شهدت تغيرات عظيمة، ومعامل شيء الطوب الآن لا تعمل. هناك قول إن الخمر الممتاز لا يخشى من الشوارع والأزقة الطويلة، وسكان تشينتونغ يعرفون سحر القول، ولذلك فإن الشوارع والأزقة في تشينتونغ ممتلئة بالسياح والزوار اليوم. التجار الذين كانوا يأتون إلى هنا لشراء الطوب أصبحوا سياحا يزورونها للتمتع بمناظر الطوب وسمعته. إن شيه وولين دليلة سياحية تشعر بالتغيرات الموجودة في تشينتونغ، فقد كان في الماضي لكل منزل في البلدة قارب، وكل فرد في الأسرة يعرف كيفية التجذيف، ولكن أداة تجذيف القوارب التي كانت مستخدمة ليست مجذافا وإنما قصبة. الآن ما زال سكان تشينتونغ يتمتعون بالهدوء، فالطوب الأخضر سجل تألق البلدة القديمة،
والمياه النظيفة أمامنا تعكس واقع تشينتونغ. إن تشينتونغ لن يحدث فيها تغيرات كبيرة لمئات السنين القادمة، ولكن الدليلة السياحية والقارب الذي يمشي على سطح البحيرة يحتلان مكان العمال الذين كانوا يعملون في معامل شي الطوب والنيران المتقدة في الموقد.